نشوب حريق بمستشفى رسالة في ميدان مصطفى محمود بالمهندسين. الخبر معانا بيقول شاب حريق داخل مستشفى خاص بمنطقة المهندسين بالجيزة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة. تلقى مسؤول غرفة عملية الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة لهب بميدان مصطفى محمود. على الفور أمر اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحادث، وتبين بالفحص المبدئي نشوب حريق داخل مستشفى الرسالة بالميدان وسط جهود رجال الدفاع المدني لمحاصرة النيران ودون تعرض المرضى لمكروه.